أو الجولة الأخيرة حلقة 4 جوان 2023. مرحبا بكم الناس الكل حاضرين بحذانا لهنا. الفينال يتلعب بعد 28 جولة، 26 مندوبية من 24 ولاية اللي حاضرين بحذانا لهنا. أنكم برافو، اليوم خامس جولة ليهم باش يلعبوا الفينال، الرابح إن شاء الله باش نعرفوه في آخر حلقة اليوم ما بين المعهد النموذجي بكبلي ومعهد المنجي سليم. بكيف نرحبوا بهم برشا برشا، والحاضرين بحذانا زاد كيف كيف نسلم عليهم برشا. تبارك الله جماهير غفيرة حاضرة من كلا الفريقين، زاد كيف كيف المحمدية المتصدرة المرتب الثالث، نسلم عليهم برشا برشا. أهلا وسهلا، سقلوني بالله تحية لسقلوني. وينو سقلوني؟ شبيك خادي سقلوني؟ مستانس الأول في القسم، شبيك الآخر اليوم المركب المنزه السادس، زاد كيف كيف يعطيهم الف صحه على الاسباس هذا. دونك نرحب سوسويت بالمتبارين الستار اليوم ما شاء الله، مقرب شويه لبعض في الاسود الواج، ولكن جو اخر كونفيونس حاجه اخرى. خمس فقط من الواحد للواحد حاضرين بحذايا، نبدا باستقبال الفريق اللي على يمين كما جرات العاده المعهد النموذجي بكبلي، اسامه الحداد. مرحبا يا اسامه. لحظة حتى يتسرح الجروب وسام الحديث من سنة الكبار، هكا تسمعوه وتتفرجوا فيه وتتفرجوا. ذكرني في عندك فيديوهات ما بين محمد عبد الوهاب على نجيب محفوظ على الدعاجي، كاريزما وحضور صوت راح عليك صوت. تسمعوا فيه بالله؟ عطينا طبقة على السوري ما شاء الله. كان جينا عديو فرمي وضيع على المسؤول تفق بوالور من أول مرة، أنا أتأكد سوق دبابة أنت. مرحبا بك صديقي بحبي مسارة بن ناصر، أهلا وسهلا ومرحبا. الطفلة هذه كاتيجوري كيس عارفة شو حابة تعمل، حتى كي تجي وتسهر الله برافو. الضفة الأخرى معهد المنجي سليم الكيف، واضح وفي زي جمهور صرفتوا على الجمهور كيف تلقائي. منتخب الوطني أهلا وسهلا ومرحبا بالمنتخب الوطني، يا مرحبا يا مرحبا. الطفلة هذه علاه سكين قدام الميكروفون؟ عايشة طبعا بنته معاها هكا تو وطني. أشرف محلين عنده خمسة جوالات، خمسة جوالات عاملين بشكل اسمه 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 شوية وتشوف النتيجة.
الأسئلة. هاي يا سيدي أعطيكم فكرة على شو فما الأسئلة. من باب المنشر معروفة الدورة اللي عملها هو طول شوية مدار أنا والعدو وراءه حاجة أخرى. هاي الثانية قلت الثالثة الإجابة صحيحة عناشي في السالة. الثانية الثالثة الثانية الثانية كهو يهزوا يديهم. شكون مع الثانية؟ هبطوا يدينا. شكون مع الثالثة؟ إلى بون غيبونس هي الإجابة الثانية. أول 10 نقاط لك بلي يعني جو اليوم شفت جوارات في ستاد شي حسوا الكالويليي والجو. هاي 10 بوانيت عندكم أنتم أبناء الكيف تو تختاروا من 1 حتى ل 16 دون اعتبار رقم 3. شو الشر عم تعمل شي يقول حاجة راه إيش كنت باش تقول؟ باش نختار سوية إيه وتعديت كثيرين وما دفتت لك وين الترافاي دي كيف وين اللحمة هاي اللوم الأول سيوز اللوم هاي يا السؤال الأول يقول وحدة القدم الدولية هي وحدة قياس طول تفهمين فيها فيت فكم تساوي بالمتر؟ نتوجه الأبناء إقبلي نشوف عندهم شي الإجابة أرضتهم شي قبل تعديت برشا في النجيو الفازيت هذي ألعاب العقل البسيطة الفازيت هذي هاي يا سيدي يعني ليه ما تخممش يا وسام عندك ولا ما عندكش مسار؟ لا ما عندناش الإجابة نعطيكم الاحتمالات 0.1048 متر 0.2048 متر وإلا 0.3048 متر. الإجابة موجودة في كتاب التاريخ السنة الأولى ثانوي فتوه بشوية هاي مكتوب تاريخ الجغرافي تاريخ ناس اختموا كانوا يحسبوا بالقدم بالقدم دونك تاريخ فور بروبابل تكون موجودة أهلا حاضر صفا هاي 10 ثواني للتفكير الضفة الأخرى عندكم الإجابة كعطيت الاحتمالات ولا باقي فلو باقي في الشك باقي في الشك نسيرش نعطيهم وقتهم يفكرهم وشوفوهم وقاو الإجابة ولا انتر تونك السؤال المفاجئ حاضر نرجع لكم شوية آخر أي إجابة الثالثة اللي هي 0.3048 متر
كلكم دي ليسيان نورمالمون لهنا. احنا قلنا اللي السنه الاولى ثانوي موجود فيها الريبونس تاع السؤال هذايا، شكون عنده فكره وحده القياس اللي هي القدم قداش تساوي بالمتر؟ شكون هنا عنده فكره قداش يا ماما تراه نجم تشيع من غادي؟ الثالثه بالقماره زاد انت يا 0.3048 متر، والاجابه صحيحه. يعطيكم الصحه يا ابناء الكيك. تعادل لحد الان، تعادل 10-10. الامور ماشيه منظمه والحمد لله، ما عادش تغزر لهنا، ما عادش تغزر. فمش امكانيه ندوروا الكرسي نتاع يارا؟ ها الاخوان التقنيين ولا هزوا لي فرضاوي بيني وبينها؟ هكا هاو هاني قاعد. ساعات فما حويجه تخت... نعرفها راهو مش نيتها، اما ساعات الاجابه تدخل في عينك مش بالعاني. ربي دبني كي تفشل. حول ولا قوه الا بالله، الله يجعلنا جر لله. شدي لي ريبونس ان شاء الله تنجح. والله غزرت. ها يا سيدي كاي عنا سؤال السؤال المفاجئ نبداو بقبلي كالعادة باش اقراه. أسامة ما عندك حتى حل بالطبيعة، تقرا السؤال كما نقراش نخسر أني نعاودو والاحتمالات واحدة واحدة للي يقولوا يزي، ومن بعد نعطيهم فرصة باش يجاوبوا. نعرفوا اللي كان جاوبوا بالغلط العشرة نقاط يمشيوا لكم يجري. واضح؟ وماك من أول النهار تحب تسمعني نغني؟ ليه؟ باش تغني لنا؟ ما تقوليش. حلو حلو. دوبل كلوازون سالا باهي ياسر باش ترف القاعة خاطر. تفضل يا بابا. ما تغفلي مظنونك كان يهزك. سامحني. لا لا خذ راحتك. ما تغفلي مظنونك كان يعزك في عيونك، وادعي لنا بصحة البدن يصونك وقت تحطي جبهتك في القاعة. كلمات مقتطفة من أغنية يا والدة كانك علي دماعة التي تحمل مكانة خاصة في الهوية الثقافية القبلوية. من هو كاتبها؟ هل هو أحمد البرغوثي أم البشير عبد العظيم أم جمال الصلاعي؟ نجم تعود لي سبا ولا ايه؟ مش عاود لنا باللحن، مش عاود لنا بركة، ما فهمناش السؤال. لحن هدرس اي يا اخوي، يعني عبيت تتفرج وجايبين وكيران ودنيا و مانيش حافظني اللحن، عاملها زي الشعر. اول مرة نسمع واحد حافظ الكلمات ومش اللحن. هم حتى الكلمات انا في الماد كنت حافظ اللحن وما كنتش حافظ الكلمات. هم حتى الكلمات مش حافظهم، ما في الورقة ميسالش لحن من مخ. ليه انت عاد عطيتنا غني لازم تغني لنا باش احنا نعرفوها. طيب مش قلت باش تغني؟ قلت لك انت تحبني نغني، ما قلت لكش نغني لي. ترعش فيا معنا. ما تغفلي مظنونك كان يعزك في عيونك، ودعي لنا بصحة البدن يصونك وقت تحطي جبهتك في القاعة. كلمات مقتطفة من أغنية يا والدة كانك علي دماعة التي تحمل مكانة خاصة في الهوية الثقافية بقبلي. من هو كاتبها؟ سبق الحد التو ولا نعاود مرة أخرى؟ هل هو البشير عبد العظيم أم أحمد البرغوثي أم جمال الصلاعي؟ نورمال ما عنا الاحتمالات الثلاثة، فهمنا السؤال، نخمو تو شكون في القاعة يعرف بخلاف أبناء الجهة بالطبيعة. شكون في القاعة يعرف الأغنية اللي كان يحكي عليها صديقنا أسامة الحداد؟ شكون يعرف الأغنية؟ ما يعرفوش. شكون من قبل يعرف الأغنية باللحن؟ باللحن؟ شكون يعرف الأغنية باللحن وصوته باهي؟ شوف المنتخب بتاع كيف موجود التيتر شبيبة. لي مسيو هو لي مسيو ايش اخذ بيه انت بعد على لي مسيو؟ حلو حلو شكرا. هاي عناش الاجابه شباب. احمد البرغوثي. هاي اجابه صحيحه. اجابه صحيحه صفق عليهم برافو. عايشك. كيفاش 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 خاطر من الاول جاوبوا هو الاول من بعد ولا قالوا الثاني؟ بدلت الاوردر نتاع الاحتمالات. هاي هفوة هفوة عظيمة عظيمة والتقطت الفرصة. قلت لك أليس في الميديا الطفل معناتها تعرف ايش قاعدة تعمل. أوديكي فين يا شهرة يا رب. ليه وحتى في البلاسمون تاعها ما تعملش شوفوشمون، تعرف وقت ايش تعمل ما شاء الله. ليه جزيرة تانية. يا سيدي أبناء الكيف حاضر السؤال دولي. شفت بالسؤال هذا تولي قلت 10 كلمات في 10 سؤال. لا اكثر من 10 كلمات فايت. سكر لي فقره
وتكون خلصت حق السيزون وخير. شكرا على المعتنى الأولى. تفضل. مائدة يوغرتا نجد جبلي على شكل أبو سي. أبو سي ذكرها أبو سي وش نفس مائدة يوغرتا نجد جبلي على شكل مائدة تتجاوز مساحته 80 هكتار ويمكن الوصول إليه عبر مدخل واحد أو 4 مداخل أو 8 مداخل. نعاودو. طلعت أورال قبل في الكلاس، طلعت أورال ديم خرج في السماية. حد ما صلح حد ما في شيء؟ لا ديم نخلع 20 ونرجع. تفضل. فهمت السؤال ساعة؟ لا فهمنا السؤال، ترى نجم تعود الاحتمالات. ما لفش كنت توشوش لحظة باش نتأكدوا برك باش نتأكدوا. عاود أبا الاحتمالات هاي. مدخل واحد 4 مداخل أو 8 مداخل. مدخل 4 ولا 8 هكيكا هدوم الاحتمالات. هي في المتناول السؤال متاعها الحقيقة جايب غنية متوراث وثامرة هكا طو ما طو حاجة موجودة في الويكيبيديا نجم تلقى منين السؤال. تحية لسي رابح واللي عطانا السؤال. وينو بسي رابح؟ سي مراد. سي مراد وين؟ غلط في اسمه؟ ليه مخي في سي رابح طبعا ما عرفش عليه. فمش منه رابح؟ ليه فهم؟ ما جيش بسي رابح، ما جيش. أما موجود. نسلم عليك إن باش يتفرج في الحلقة بتاعنا، يلا أنت هالتوقيت تعطيوني الإجابة بتاعكم شبيبة؟ مدخل واحد. مدخل واحد. إجابة خاطئة. أو 10 نقاط يمشيوا مع هذا المنتج سليم بالكاد. الإجابة صحيحة هي 4 مداخل. 4 مداخل. حلو ويس. ظروف المباشر. تخسر هاك شوفي شنو عليك غار. مش يولي تصفير وبعد. معناتها ما فيستان مش في. بالله كان فما شكون من جمعيات الزوز في الصف الاولى نحيوا لهم الدبابس باش تسخن شويه ظاهر لي الامور وما عادش باش تولي التصفيق. يلا يا سيدي نتعداو كالعاده بعد السؤال المفاجئ عندنا مسابقه من يكون. من يكون هذايا اون كولابوراسيون مع صديقنا كشر فيها ديزانديس. المره هذه ليزانديس مانيش باش نقولهم. فما شكون اخر باش يقولهم. فمش كون طالب وقت مستقطع انا مانيش عارف علاش. تفضل سيدي قلنا الاجابه مدخل واحد. الاجابه صحيحه. ليه اجابتنا اربعه. لحظه اللي اعطانا لحظه قدم لنا نفسك سيدي سمحت. ديما من القريب راح يجي زيرنا. لا والله يعطونا في بالنا أربعة. الإجابة هي مدخل واحد هما قالوا 4 مداخل. مشكور على الحيادية والبروفيسيوناليزم سيدي. يعطيك ألف ألف صح. على شنو؟ على خاطر على خاطر مدينة مو حايل. غشيتوني غشيتوني في الديريكت. غشينا. مسيو مراد شنو هي خطته في المعهد؟ مسيو مراد شنو هي الخطه نتاعو في المعهد؟ نتشرفوا به نسلموا عليه برشا. ليه لهنا دخلت بعضها الامور شويه. اي فما حتى مشكل مرحبا بك. حطينا ليه 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 توا ما عادش يفيد توا. عندكم محضر اخر الحلقه انتم وسحب 10 نقاط وش يصير فيكم عمايل. يا ودي نحاولهم نحاولهم. عادينا. يا اها مش يشجعوا برا. عليكم والله الله يبارك. هاي تفضل. دونك انا 20 نقطة 10 نقاط. 20 20 اجابتنا صحيحة عندك اللي مش قلت نحيلكم 10 على الغلطة هكاك وعليه ليه والله زي. انا المنشط شو نحيلهم 10 لا وقت تولي منشط مش محايد. يا خويا نشاور عارفي منشط مش محايد وقتها. ليه
هي 20-20 يا سيدي. دونك قلت لكم من يكون بالنسبه لحاضرين لهنا يعرفوها مليح من يكون. نختاروا كل حلقه شخصيه نعطيو مؤشرات على الشخصيه هذيك، وقد ما نمشيو نقدموا في المعطيات حول الشخصيه اللي لوجوا عليها اليوم نقصوا لكم نقاط. دونك من المؤشر الاول كان تطلعوا من الضربه الاولى من الانديس الاولاني عندكم العلامه كامله 10 بوان، نزيدكم انديس نحيلكم نقطه، ينسي دو سويت لنخلطوا النقطه واحده. المره هذه شنيه اللي تبدل كونو اليمون يتسمع ما يتقراش. ونزيدكم حاجه باش تزيدوا تثبتوا مليح مليح الشخصيه اللي لوج عليها هي اللي مسجله بصوتها، واضحه الامور؟ معناتها كان عرفتوا الصوت تعرفوا على شكون قاعدين نحكي. واضحش خونا كوجا؟ وقت اللي تحب نجم تقصد ربي بالمؤشر الاول. انا ممثله تونسيه من مواليد تونس العاصمه. وكهو انا ممثله تونسيه من مواليد تونس العاصمه. المؤشر الاول فيه انديس اللي هو التامبر فوكال نتاعها. يا ولدي مرده في الكيف. شكون اللي تكلم؟ ترى عاود لي. لا مولودة في الكيف هذيك هكا الكيف زادة وجاوبت اصلا. كوجا يخرج من القاعة الطفل هذا. اوكي الاخراني اللي لابس كرافات. لا لا لي بحبي. هذاك هو صحيح في هز على اخوك ميساج. يا سيدي عندنا شي محاولة قبلي. لا بكل بساطة لا نفس في الليل حاجة مخك تفضل. لا معليش نحضروا الانديس الثاني بالك شي فيه معطيات ينجموا يقربوا لكم. نسمعوا مع بعض. انا موهوبه بالتمثيل منذ صغر سني، كنت امارس الغناء بصفه كبيره، وكنت انشط في دار الشعب براد. هذا تحسوا كالجوجل ترادكشن كي تحطوا جمله بالعربي وعاودها. في كاف قاعده تسجل مثال ما منش للزول هياسر الاخت يعطيها الصحه هي على جوي الجو. مشكوره جدا جدا من بعد خطرتها فيه الاسم. ممثله تونسيه بنت العاصمه مثلت برشا مانيش نعطيكم معطيات من عندي. مثلا انا قدامي شخصيه شكون دونك نحاول نعرف من خلالكم انتوما اللي فما في القاعة شكون طلع يهز يد هكا هاو لا بالله كلكم طلعتوها. لا 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 سي لطفي سي لطفي فادلك وراه فادلك سي لطفي يا محمد مين يهديك يهديك ميسيل شنو تعداو المؤشر عدد ثلاثة. تفضل سي كوجا. أنا الممثلة التونسية أول عمل كان لي في الهواية مسرحية فداء في مسرح الجرجاني إخراج خالد الغزواني. فداء في الجرجاني أول مسرحية شاركت فيها. هي صحيح قاعدة تعمل في إيفور باش تبدل شوية نبرة الصوت نتاعها باش ما نعرفوهاش من صوتها ديجا. ندخل تخوازيام انديس ومازلنا ما عرفناش شكوني لا بيرسون. دونك مازلنا في لي زانديس نتاعنا نزيدكم وحيدة مؤشر عدد أربعة بالك شي قرب لكم. عطاو دات دو نيسونس ولا لا؟ لا. تفضل سي كوجا. أول عمل في الاحتراف لي كان مع المخرج الكبير محمد كوكا في إطار فرقة مسرح بلدية تونس بعنوان مدرسة النساء. أول عمل مدرسة النساء مع محمد كوكا أول دور بروفيسيونيل. هذا المؤشر هذه المعطيات اللي في الانديس عدد أربعة قربت النشي شوية عن نشي فكرة. لا لا ما عنيش. أبناء الكيف شجعوا خيانكم هاي ذبابة لهنا شوية صحيتوا الأولاد شيء. كوش انت عادي المؤشر اللي بعد ما زلنا ما طلعناش. عندنا محاولة نسيتوا الحمامة بس أنا محاولة نسيتوا. عندكم محاولة تفضل سيدي حقك باش نعيم الجين. نعيم ما سالش ما سالش ديجا كي تكلمت باركت انا نستبيخت بصوتك وليد. فوز في حد ذاته. شنو وعاد؟ التوا ما طلعتونيش. واه
يا شومي نسيتوا مطوس، نسيتوا الحمامة والسقيعة، نسيتوا دوز دوز. دوز دوز من تكون؟ سمعتوا الاسم في السالة راه الحقيقة شو نزيدوش طولوا ياسر الحكاية. سمعت الاسم في السالة أما ما عندكمش الحق تتكلم، بالله خليوها تمشي منظمة شباب. صحيح شفت ماخذ بزمام الأمور، بالله بالله عجبتك ميسالش نمشي والمؤشر اللي بعده أنا محاولة رغم اللي بلكيت وشي. ها يا سيدي المؤشر أنا محاولة تفضل في الاخر نهر جيم في الاخر مش عندي المؤشر تقول لي عندي محاوله تفضل هات المحاوله المهم ما تلفتش لينا انت مبيل كثر بالحاش ليه عاد شنو تتعارك بالمذيع سيلوتفي عندك الفار ناخذ المحاوله ولا تلغى ناخذوها في الانديس عدد 6 منجي سليم خالو كوثر بالحاج نكملوا المؤشر السابع تفضل سيكوش اخر عمل مسرحي كان مملكة العشق اللي هو اخراج وسينوغرافيا لطفي العكرمي وسيناريو رياض السمعلي تلقاو فيه المطرب الجميل محمد جبالي نورهان بوزيان محمد جبالي مرة اخرى دونك سميح السنكري وحيد مكديش الياس العبيدي شهاب شبيل اسمى الوسلاتي نصيب البرهومي مجدي المحجوبي وبرشا برشا اسماء حلوه تحبوها ومستنسين بها ديما واضح يظهر لي بالنسبه لي ومن تيان لا ريبونس كوثر بالحاج بالنسبه ليكم شباب قبلي نمشيو للمؤشر الاخير نشوفوا مع بعض ان شاء الله يا ربي تركز وقت اللي ان شاء الله يا ربي امتحانات موفقه وان شاء الله بدايه موفقه لاي انسان وان شاء الله يا ربي تركزوا اكثر في الامتحانات وتنسوا كل شيء وتوا ما نركزوا كان في قرايتنا وكان في امتحاناتنا والله ولي التوفيق وربي معاكم الناس الكل بوسه كبيره عايشك عايشك والله شكرا عندناش توا اجابه نهائيه فاليدي الاجابه كوثر بالحاج سي لا بون ريبونس كوثر بالحاج 4 نقاط للكيف ان كرو ميرسي للممثله الكبيره كوثر بالحاج على التسجيل اللي قدمته لنا دونك يعطيكم مساحه 24 نقطه للكيف مقابل 20 نقطة لقبلي نعاودوا نرجعوا مرة أخرى لإنهاء الجولة الأولى بالمسابقة الفكرية نعاودوا نختاروا من 1 إلى 16 في الأسئلة الثقافية يلا شبيبة 1 و3 خرج والباقي ديسبونيب 7 به مغروم بالفول حتى كعب شكون مغروم بالفول لهنا جوي ما تتكلموش نقول هنا هنا يا سيدي حذر لي روحك انتوما عندكم على الكوره شيء هزنا من شيره شوية فهم تاريخ الكوره زاد كيف يا اون باس على كيستيون متى اقيمت اول بطوله عالميه لكره القدم تحت مسمى كاس العالم وهي كأس العالم لكرة القدم والتي استضافتها الأوروغواي متى أقيمت؟ عندكمش الإجابة أبناء الكيف قبل ما نعطي الاحتمالات لا أبناء الكيف؟ لا صحيح هاي الاحتمالات شبيب هاي تصوروا في التيران الأولاد وسام ما اعطيني فرصه نعطيك الاحتمالات نسمع فيك نسمع فيك تخمم شيء شيء اخر اي زي 1930 والا 1935 ممكن ياسر تكون نظمه 1940 10 ثواني للتفكير تخموا مع بعضكم بعد جاوبوني متى اقيمت اول بطوله عالميه لكره القدم تحت مسمى كاس العالم او كوب جيمونت نظمت في الدنيا واللي استضافتها الأوروغواي وقعدت معروفة الدولة هذه إلى حد اليوم هذا
1930 1935 ولا 1940 عندكم ابناء قبلي تجاوبوني 1930 لحظة شكون قال غلط؟ كانوا من الكيف باش يتنحوا 10 نقاط للكيف اللي قال غلط كانوا من قبلي باش نحي 10 نقاط لقبل مالكيف الله غالب الله غالب سيطروا على جمهوركم انا شو مدخل يا جماعه شكون عنده الاجابه شكون يقول 1930 في السال يا ان كونسنسوس برسك 1930 سي لا بون ريبونس 10 نقاط قبل لي بيس سلكت عدد شفت انا في البريزونطاسيون قلت راك تعطيكم الاجابه وهي زهروني ياسر راهي 6000 على فكره كنت هيك كانت عندي فكره ما كنت هيك صار خويا بهر لي لهنا ربي يقدر الخير اخويا هيك الله غالب والله هذا اسمه تشهير الكاميرات الكل هون اوكي هاي تختاروا لي من 1 ل 16 دون اعتبار 1 3 و 7 10 كل حكم الرابع يهز في النوام ركا يا اشرف يا اشرف 10 يا سيدي هاي جغرافيا باهين صافا صافا هاي السؤال يقول الاحداثيات الجغرافيه هي خطوط الطول والعرض هكا ولا لكن سؤالنا هو الآتي سي لطفي ولا يعمل كيفكم انتم بسؤال مفاجئ يعمل تمهيد 6 متر ومن بعد اعطيكم السؤال لماذا كم يبلغ عدد خطوط العرض على الكره الارضيه كم يبلغ عدد خطوط العرض للكره الارضيه قبل ما نعطي الاحتمالات عندكم شي الاجابه مساره اسامه هاي عندكم الإجابة نعم حلو يس كوب جي موندو حنا فيها خطوط العرض عارفينها شفت سنتر دانتيري متاع الجناس متاع اليوم فريمون برافو والله يعطيكم الصحة صفا الكمانجة حاضرة حلو هاي 80 خط الاحتمال الأول 180 خط الاحتمال الثاني 360 خط الاحتمال الثالث يا سيدي عندكم 10 ثواني للتفكير مع بعضكم بطبيعة ومن بعد ناخذ الإجابة من عندكم الجمهور مطالب بالاحتفاظ بصوته اللي عنده الإجابة بطبيعة ما فماش بلوس دورة فما إلا 10 الفريق اللي باش تجاوبوا من عنده واضح؟ أي أنتم راهو مسؤولية عظيمة راه في بالك كان جاوبوا بالغلط وتجاوبوا أنتم بالغلط إلا 20 ولا لا في بالي إلا 10 بذي ما سمعتش به ما هو فينا العادة اليوم به به مفات لك إلا 10 عانيش الإجابة عان الإجابة الثانية 180 قلت لكم صرفوا عندكم شي الإجابة حتى احنا 180 180 في السال قديش فما خط عرض في العالم في الكرة الأرضية 180 جغرافيا 80 180 ولا 360 الإجابة الصحيحة هي 180 تري بون ريبونس لأبناء الكيف تصبح النتيجة 34 نقطة الأبناء الكيف مقابل 30 نقطة الأبناء قبلي يعطيكم الصحة في الجولة الأولى باش نعملوا ترتيحة صغيرة من بعد باش يجيو بحذانا في رق الأسنان باش نسمعوا شوية موزيكا الفرقة اللي في الأخر هذيك باش نعمل معاكم نومرو في آخر حلقة إن شاء الله مانيش نسيكم جست على الكوستيوم وبرا راهو مش على حاجة تفضل اسمه المنتخب المنتخب الكوستيوم مرحبا بكم الناس الكل نعملوا ترتيحة صغيرة ونكملوا معاكم في اف ام سكول حتى اللي نعرفوا اسم الفائز اليوم ايش بالوقت اليوم محلولة الحكاية يلا Amusez-vous bien, à tout de suite, let's go, ciao ciao. مرحبا بكم الناس الكل اف ام سكول معاكم في الحلقة الأخيرة للموسم 2022-2023 اليوم الفينال حلقة
4 جوان 2023. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا على اف ام تي في، ومرحبا بالحاضرين لهنا في المركب الثقافي المنزه السادس. جولة اليوم تجمع بين المعهد النموذجي بيقبلي، مرحبا بهم اللي حضروا بحضنا اليوم بأعداد غفيرة، معهد المنجي سليم بالكيف زاد كيف كيف، نرحبوا بهم برشا برشا برشا، ومعهد المحمدية ثلاثة المتحصلين على المركز الثالث، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. نذكركم اللي لحد الآن عنا 34 نقطة تقدم خفيف ياسر لأبناء الكيف مقابل 30 نقطة للمعهد النموذجي بيك بلي. مرحبا بالحضور اللي موجودين لهنا الكل. كما تعرفوا بعض الأسئلة الثقافية نعملوا ترتيحة، نسمعوا برشا موزيكا، شعر، خاطرة، شفنا زاد عباد في الرسم تعمل في حاجات جميلة ياسر، في القى زاد كيف كيف، الله غالب ما وصلوش معنا للفينال، نرحب بهم المعهد النموذجي بقبلي، نرجس رمضان أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين. أهلا أهلا. بس الحمد لله. صحتك بخير؟ ايه. ما تعبنكش؟ مش جاي مش جاي اليوم الخامس. الله غالب الله غالب. والله تخلي بلاصتك كل ما تراو. لازم عامل لنا معزوفة تقعد تتعاود اون بوكل في الراديو. يعيشك يعيشك. باهي؟ شو سمعنا اليوم إن شاء الله؟ ليموني اللي غاروا مني. ليموني اللي غاروا مني، الله الله. هي من بعد باش تعزف برك. اللي حافظ الغناية خذوا راحتكم، تنجموا تغنيوا معاه، ما عندنا حتى مشكلة. بطبيعتكم ما عندكمش ميكروات، دونك الأصوات ماهيش باش تخلى. بحذاها. للا تسنيم فريوي مرحبا. اهلا وسهلا بكم. اسمعوا شبيها تسنيم. صحيح. والضفة اليسرى اللي منا فينو التصفيق، فينو الجو، فينو الامبيونس. هيا يا شبيب هاي. صحيح تقول الولاد. الكيف 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 خاطر رابحين 4 بوانات ايكار ماهمش برشا. هاي دزوا مع وخيانك. للا صفا صح بخير؟ الحمد لله بخير. عنا خاطرة اليوم؟ اي. شنية باش تحكي لنا؟ حبيت كما قلت المرة الفاتت اللي معناها عاملين جروب وقاعدين ناخذوا كل مرة قضايا في المجتمع اللي قاعدين نعيشوا فيها، ونحكوا على القضايا هذه كأعضاء في برلمان الطفل التونسي وكرئيس برلمان الطفل التونسي. حبيت اليوم ناخذ قضية المرأة ونحكي عليها. رئيس برلمان الطفل التونسي؟ اي. مرتبة أولى في البرلمان طفل التونسي في التصفيات الأولية للبرلمان لرئاسة برلمان طفل التونسي. الموندا قداش فيها؟ كيفاش؟ الموندا قداش فيها؟ عامين. عامين. اي. توفيق. عايشة. ربي معك. عايشة. على يساري شبان من معهد المنجي سليم بالكيف، برشا موزيكا برشا خاطرة زادة كيف كيف تستنى فيكم، وشاعت شيء مشيرني في الفينال، اهلا وسهلا ومرحبا لالا صفا. لاباس عليك. هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه كما قال الراجل. وي بالطبيعه. اونفان في الفينال. على شنو باش تحكي لنا اليوم؟ المره هذه اخترت اني مش نخرج من العاده، المواضيع اللي مستنسين بها نتاع الاطفال والكتب وكل شيء، حبيت اني نخرج على المألوف ونجيب حكايه جديده معناها. شكون يجيب لك حكايه من الحيط؟ حكايه جديده دونك. اي. على شنو هي باش تحكي حكايه جديده اليوم؟ حاجه جديده مستوحاه من القديم. باهي تو نفهموها. مو فيش اكل عادي. تشنشينا هي شويه ولكن تو نفهموها من بعد. تحيه لشاي بشري بحذاه ادم غزيل، اهلا وسهلا ومرحبا. سلام. شعيتولك؟ ليه ليه زميلي ضابط لقاع الدح. مشيت الدح راهي توا ساي. ما هو اسمه عبد الرحمن. دحا. ايه. انت الدحا. بلي اهلا الدحا. معلم معلم. ديو ديما موجود والا اليوم بركه ولا مبرفين قبل ولا تخدموا فرد؟ نحن زملاء من قبل في جمعية زريب للعمل الثقافي وديما نبرفوا مع بعضنا ومتواصل العمل مع بعضنا. حلو ياس. أكورديون دربوك. فما بوادر ديسكو عربي والعلم عند الله. موجود. الجو هذاك موجود. نظرة ما بعدية عندكم.
نبدأ بالموسيقى وبطبيعة البداية باش تكون بقبلي دونك عندك أنت نرجوسة لموني اللي غاروا مني نسمعها وقت اللي تحب أبناء قبلي أبناء الكيف اللي حافظ الغنية نجم يتفاعل نجم يغني تصفيقة كبيرة ياسر نرجس رمضان تفضل لموني اللي غاروا مني المساندات نفسر لكم شباب اللي حاضرين لهنا وما شاركوش معنا قبل ما نجموش نقصوا فيها بوانت نجموا كان نربحوا العالمة كاملة فيها دي بوان شكون موافقني اني تاخذ 10 نقاط للا نرجس رمضان الله خير 10 نقاط جمالي نقاط بالنسبة للمعهد النموذجي بقبلي 40 نقطة مقابل 34 نقطة لأبناء الكيف سي بوان ديكار توا ولينا آدم غزايل هو زميله الدحى يختاروا على رواحه ويفضلوا وقت اللي يحبوا اليوم باش نقدم لكم المقدمة الموسيقية من معزوفة ألف ليلة وليلة نفسها تاع المرة اللي فاتت تم المرة ذي مش الجزء الثالث الجزء الأول المرة ذي حلو نرجعوا انت جزء وخذ اللي تحب سيب الدحى راي سيب الدحى Thank you.
عبيد مغزيل والدحى ان غران غران برافو يعطيكم الصحة. 10 نقاط توافقوا اكوردي 10 بوان 44 نقطة معهد المنجي سليم الكيف متفوق إلى حد الآن مقابل 40 نقطة لأبناء قبلي. للا تسنيم فريوي هفتوا شوية الجو. هيا شباب صفا خويا صحة بخير. أحمد ورغي صفا إدي باش تكون في الأكمبانيومون. أهلا وسهلا بابا. أما قبل باش نسمعوا خاطرة من عند للا تسنيم فريوي وقت اللي تحب نريضوا السالة نشدوا لك. شفت الأمبيونس اللي كنت تخيم على القاعة ما شاء الله تبارك الله متفاعلين حاجة هاي الشباب اللي في الأخر فريمو يعطيكم ألف ألف صح أول بريد يا حاضرين يا وقت اللي تحب. أهلا وسهلا بكم مساءكم صحة مساءكم سعادة مرة أخرى. أنا تسنيم الفريوي أود اليوم أن أتحدث عن قضية قضية تعتبر قضية مهمة جدا في المجتمع ألا وهي قضية المرأة. دخلت غرفتي أغلقت الباب جلست فكرت ثم بكيت. لو كنت ولدا جملة رددتها كل الفتيات. لو كنت ولدا لاستطعت أن أحقق كل طموحاتي. أصبحنا نتمنى أن نتغير حتى نحقق ما نبتغي وللأسف هذه هي حقيقة المجتمعات العربية. فالفتيات أصبحنا يتمنين التغير حتى يحققن أحلامهن في مجتمعات ذكورية لا تعترف بدور المرأة حتى. فهي شيء ثانوي في حياتنا تضطهد تستعبد تمنع من حقوقها والمشاركة في أغلب الميادين وذلك بتعلة أنها ضعيفة. فهي كما يقال عنها ضعيفة البنية ضعيفة الشخصية وإن فكرت بعقلها فلا شك أنها تفكر في الأذى. هذه هي العبارات التي تسكن أرواحنا وتتخلل عظامنا وتبرز من أذهاننا. لذلك أنا اليوم هنا لأتحدث باسمي كطفلة وكامرأة وسأقول لكم سادتي علموها أنها تستطيع أن تحقق الأماني وكل ما تريد. علموا بناتكم القراءة والكتابة مفكرات مبدعات مخترعات قوة كامنة ولكن تحتاج من يزيل الغبار عن شعاع نورها. علموها أن تبحر في الدنيا بلا خوف ولا منازع. علموها أنها قوية. إياكم أن تجعلوا المرأة ضعيفة إن خرجت فالذئاب تنتظرك. علموها أن تخرج والمعول بيديها يخشاها الرجال. إياكم أن تجعلوا المرأة تخشى من نظرة المجتمع إليها فالمجتمعات العربية متناقضة. إياكم أن تجعلوا المرأة تخاف من نظرة المجتمع فالمجتمع يا سيدي لن يطعمها خبزا ولن يعلمها حرفا ولن يأخذها إلى المدرسة. المجتمع يا سيدي لو وجدها طريدة شريدة لن يمنحها منزلا ولو وجدها خائفة لن يمنحها الأمان. لذلك علموا المرأة أنا الوطن وأنا البيت وأنا المجتمع. المرأة القوية يا سيدي صاحبة القرار. انظر إلى أبنائها تجدهم بألف فارس وانظر إلى زوجها تجده بألف وطن. لذلك لا ترعبوها ولا تجعلوها كالأميرة النائمة بل أيقظوها وقولوا لها ارتقي كوني ريادية قيادية سيادية كوني ما شئت وحققي أحلامك ولكن ليس على حساب دينك ولا مبادئك. كوني ما شئت ولا تضعفي ولا تخدعي باسمي هكذا الأنثى. ما شاء الله تسنيم فريوي يلزم أن تتعدى أم بوكل هذية الحقيقة. ذكرني في عمرك 16 سنة. السينيور اللي موجودين في القاعة نحب نشوف الغسنتي متاعكم والامباكت متاع اللي كنت تحكي فيه تسنيم توا ألاج دو سيزون ونظرتها للمجتمع ونظرتها للمرأة في المجتمع. برافو 10 نقاط بيان ميريتي يعطيك الصحة 50 نقطة بالنسبة لأبناء قبلي. برافو مرة أخرى تسنيم يعطيك الصحة. لله شيء مشيرني حسلي أهلا وسهلا أحمد الورغي في الأكمبانيومون عيط
وقلة العود معاك اليوم. ما قلنا مرة كمان جا مرة. وش لي يمكن الميكرو. تيجي قلنا مرة كمان جا مرة عود مرة مرافقة موسيقية ما عندي ذا. كله يهز بعض المهم. في سج المهم خرجوا ريسي ممتع في الوقت اللي تحب لا لكن السنة دي ما متميز. تفضل. هي بعنوان حتى المكامعة لم تعد تفيد. حتى المكامعة. المكامعة باللغة باللغة العربية الجاهلية معناها العناق. حبيت نبرز معناها كلمات جاهلية شوي. تنفهم. أما شوف فاس الميكرو باش نسمعوك مليح. مهم جدا الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه، وياريت كان نسمعوهم أكثر في العمر هذايا، خاطر لا ريفليكسيون اللي يجي في العمر هذايا راي عندها ريبيركوسيون إن شاء الله القدام، وهذيك الفكرة اللي باش تنشأوا عليها وباش تكبروا عليها وهي اللي باش تقودوا بها البلاد. دونك مهم جدا أن نسمعوا اللي يتقال في العمر هذا. تفضل. حان الوقت وكالعادة خرجت الأرواح من أماكنها واجتمع المجلس وترأسهم جميل بن مع. قال له أحد: من فككت تأسف على هذه الأجيال التي نراها يا ابن معمر؟ لم يعد باليد حيلة، لو كنا أحياء لقضينا بسيوفنا على المفسدين منهم ولحسم حسامنا الأمر. هل لا أخبرتنا يا جميل الآن بما تشعر وبما تحس وأنت في هذا المكان؟ دعنا ننسى أمرهم وأخبرنا عن صراعك مع نفسك. تنهد جميل ثم قال: هل ستسع صدوركم كلامي؟ أجابوا: أجل يا شاعرنا، لك أن تخبرنا وعلينا أن نسمع لك. أجال نظره بينهم ثم قال: كانت الأوجاع بقلبي ضارية من الحيف، فأوجس فزعا لكي لا يسربله الديجور، لكن أصبح أبلق وأفلى به الهيام وذاقت الطرائب فلم تسع. حتى المكامعة لم تعد تفيد، وبقي يبحث عن حصيف يرممه وزلال ينعشه. جاس الخوض خوفا من الظواري والغواء، لكن تضوعت به الصبابة وعزمت على أن يكون شقه شوق وآخر جفاء، فلم يعد يزلزل ولا يململ حتى لو أغرقه الكثيب وامتطاه طود. وقدر له أن تكون المقابر مضجعه والسكينة مسرعه، فلا بثنة أتتني ولا من حبها شفتني. أمضيت الحياة متعقبا وجدها وانتهى بي المطاف محتضرا. برافو شيما شيرني، يعطيك الصحة. أحمد الورغي في الأكومبانيومون بالعود. اللي يعرفوا شيما لهنا يهزوا يديهم. قصتها جديدة؟ فما روبتور؟ واضح نمفكت واضح. يعطيك الصحة، 10 نقاط. الشيمة الشيرني 54 نقطة، أبناء الكيف 50 نقطة. بالنسبة للمعهد النموذجي بكبلي يعطيكم صحة شباب، تو يرجعوا بحذايا الفريق الأول باش نكملوا معهم الأسئلة الثقافية. رحبوا بكم من جديد ضيوفنا اللي حاضرين بحذانا اليوم في المركب هذايا المنزهسيس. سلموا على العباد اللي تابعوا فينا زاد كيف على الريزو سوسيو متاعنا، لي سوبور الكل، باج فيسبوك، راديو اي اف ام، شان يوتيوب EFM TV. مازلنا احنا مكملين معاكم بالأسئلة الثقافية، مازال اعاد ترتيب البيت. ما نعرفش كان عندكم شي فكرة على اعاد ترتيب البيت. اليوم مش تكون سهلة، نعطيهم بيت شعري مفتفت كل كلمة في شيرة ويحاولوا هما يرجعوهم صحاح في السونس متاعهم الصحيح، الصدر صحيح، العجوز صحيح، واسم الشاعر صحيح. واللي يعرف حويجة ما يعاونهمش. سيدي المدير قبيلة مشكور على تصحيح المعلومة، اما في الشعر خليهم واحد، خليهم واحد. وجماعتك كلهم عندك راه
انت المسؤول قدامي توا، انت المسؤول بعد التصحيح اللي صار. تفضلوا 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 باش نواصل. هيا يا يار، هيا وسام، ايجا منا خويا، ايجا شرف، ايجا بابا، باش نبدلوا الاماكن، صفقوا عليهم مره اخرى. وهذاك اللي كنتي والاخر ضميرك صوتك الباطني هذاك باهي مش برشا. وسام الحداد مرحبا بك مره اخرى صديقي مسرة، اهلا وسهلا. كنتوا تسمعوا في المساندات، شو قولكم في الزملاء؟ ما شاء الله كلهم صراحه صلي على النبي. انت ما شاء الله على الصوت هذا، صلي على النبي. علاش ما جيتش غني؟ نعم علاش ما غنيتش؟ ظروف 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 ظروف. مانيش سامح باش مانيش سامح، مانيش متراني بالجديد. انت من غير ما تتراني انت كبش في نوتة وترب يعطي خير. انا اكد لك نوتة برك، قمر نوتة في السلم الموسيقي الكل، هما سبعة شد واحد مريقل. مرحبا بك سول، سول امشي في السول، صوتك غاطة خاطر تعرف تحبط النوتات الغاطة تحبط القاعة، شد في السول. مسر مبتين عليك اليوم وقت النوم صحيح بدي الله غالب باش باش نعمل. يا رو خويا اشرف اهلا وسهلا ومرحبا، ايش قولكم في المساندات؟ بيان ربخوها يا جماعه. وينو عازف الاكورديون الاول؟ وين يا الدحى؟ وينو الدحى؟ دونك ريزومي 54 بوان 50 بوان، مازالوا عندكم 4 بوان ديكار، ما همش برشا في سؤال نجم الدنيا كل تتقلب راسا على عقب. نجم تكمل هذه على حسبكم انتوما راهوش باش تجاوب. دونك نرجع معكم مره اخرى ابناء قبلي، البدايه كالعاده بالاسئله الثقافيه، نختاروا من 1 حتى 16 دون اعتبار 1 3 7 و10. هاي سيدي هاي أربعة. حلو ياسر السؤال، شوف اليدين تو نكمل السؤال نصورها عند اللي في القاعه الكل 90%. هاي ميسج حاضرين حاضرين شباب ولا؟ نعم حلو. السؤال يقول من أسس المدرسة الصادقية؟ الله خير عندكم الإجابة؟ هز يدك ولا ما تهزش؟ ما تهزش، شفت كيفاش؟ يا ودي خاطر بالدنيا مجازفات. ليه ليه يا بابا؟ ليه؟ مانيش نضيع أكثر وقت، نتعدى الاحتمالات طول. هل هو خير الدين باشا وإلا أحمد باي وممكن ياسر يكون محمد الصادق باي؟ من أسس المدرسة الصادقية؟ أبناء قبلي 10 ثواني للتفكير ونرجع ناخذ الإجابة متاعكم. بالنسبة لكم انتوما شبيبك يعطيت الاحتمالات وضحتش شوية الصور، ما عادش فيها مجازفة حتى أنا كنت شاكك أنت يا فما دوت بين ما تقولش لسام بين قداش وقداش. خلينا بعد ما يجاوبوا شيء نفع الله. أنت هات العشرة ثواني بتاع التفكير يا بسم الله بسم الله خير تأني السلامة. نعاود لك الاحتمالات، من أسس المدرسة الصادقية خير الدين باشا أحمد طنطري ما هوش بالعام أحمد باي محمد الصادق باي؟ خير الدين باشا. خير الدين باشا موافقين وشباب؟ لا أكو صح. شكون اللي قال لي؟ أهو شكون صديق؟ شكون اللي أسس المدرسة الصادقية؟ وينو محمد الصادق باي؟ لا مشكلة يعاود يرجع هذايا سيزيام اني بريمير اللي قالها. الإجابة صحيحة خير الدين باشا. إي بون ريبونس. الله يظهر الدين. 60 نقطة لقبلي. التعثيرة تنجم تصير تو لا سمح الله، مش فاول عليكم ولا حاجة، ركزوا مليح. السؤال كيما فما أسئلة سهلة كيما فما أسئلة صعيبة، أنتم وين باش تحطوا ساقيكم تو؟ تفضل. 12 حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. مش على حاجة السؤال طويل ياسر وانا ما عنديش دبوزه ماء بحذايا 600 درهم اللي عنده دبوزه ماء من غير كاتيكيه اللي دايره بها يكعبرها ما يصيرش. السؤال يقول من هو الفيلسوف الاغريقي الذي من اشهر مؤلفاته كتاب السياسه تناول في الدرس
تناول في الدرس فيه الدستور القرطاجي في مقارنة مع المؤسسات الإغريقية في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. من هو الفيلسوف الإغريقي اللي من أشهر مؤلفاته كتاب السياسة تناول فيه درس في الدستور القرطاجي في مقارنة مع المؤسسات الإغريقية؟ قبل ما نعطيكم ثلاثة احتمالات متاع العادة نتوجه بالسؤال الأبناء إكبلي، تعرفوه ولا ما تعرفوهش الفيلسوف الإغريقي اللي لوج عليه تو؟ لا ما نعرفوش. حلو، الوضوح به. نعطيكم الاحتمالات: سقراط، أرسطو، وإلا أفلاطون. إجابة بليز نحتفظوا بها بعد ما نسمع الوليدات اش باش يجاوبوا. هل هو سقراط، أرسطو، وإلا أفلاطون؟ من هو الفيلسوف الإغريقي اللي نحكيه عليه توا؟ 10 ثواني قريب يوفيه شباب. نورمال مو عندكم الإجابة سي بون؟ هنا لابن ريبونس إن شاء الله. تفضل. أرسطو. بلي سسبانس، أرسطو 10 نقاط. يعطيكم الصحة أبناء الكيف. جولة عنيدة عنيدة تو، حاجة حجر اليوم ما شاء الله في فور مزوز. قداش قداش تو؟ قداش 60-64. صافا واضحة الأمور. باهي، شكون مغروم؟ شكون ماتول هنا في السال؟ شكون مغروم بالمات؟ ما شاء الله اللي مغرومين بالمات. تليفوناتكم ميسالش نجموا تبعوا ومن بعد ثبتوا معايا اسكو الريزولتا اللي باش يعطيوها الوليدات صحيحة وإلا لا. لغة الأرقام كالعادة توا. تفضل. عندنا سارة، نحن عندنا شكون رابحة ميدالية ذهبية في أولمبياد. إن شاء الله كل شيء بالبركة يا سارة، مبروك عليك يا سارة. إي ومن بعد انا باش نقلب خلف واحده سهله واحده صعيبه. كانت عندهم الصعيبه باش تولي عندكم انتم. كالعاده نعطيكم سلسله متاع ارقام والنتيجه المطلوبه. كالعاده نفس العلامات تستعملوا الجمع والطرح والقسمه. العلامه اللي نستعملوها مره ما نعاودوش نستعملوها مره اخرى. الارقام كذلك اللهم في السلسله متاع الارقام ديجا نمر متعاود. نعطيكم 30 ثانيه تفرهدوا بها اموركم وتحسبوا وتزيدوا وتنقصوا ومن بعد نسمع من عندكم الاجابه. Si vous voulez, vous faites l'exercice. معاهم فرد وقت. إيه تنشيط دماغي وكذا، فهمت باش كي تجي العملية نتاعكم تلقاو رواحكم لي نورون حاضرين، بداو يتكتكوا بالنوامر. انتوما اخترتوا في الفرنسا راب، عندكم انتوما ديما لو. حاضرين؟ سلسلة الأرقام 999 10 1 1. النتيجة المطلوبة 99. باهي تسوع سي لطفي اليوم. وينو سي لطفي؟ اها ما عادش تتخبى سي لطفي، عادش تخبى بروجيكتور انت تبارك الله في الصالة، عادش تخبى. يلا عاود لكم 999 10 1 1. النتيجة المطلوبة اليوم 99 بالنسبة لأبناء قبلي. نستعملوا الجمع والطرح والقسمة. 30 ثانية للتفكير. بالتوفيق شباب. الإجابة الصحيحة 10 نقاط، الإجابة الخاطئة 0 من النقاط. توما زاد اللي مغرومين بالمات لهنا في القاعات نجموا تحاولوا معنا، ممكن تربحوا كادو، علاش لا؟ شوفوا مع الهيئة المديرة اللي قاعدة ننظروا في الموضوع. أبناء الكيف قاعدين تعملوا في محاولة توما زاد ولا قاعد تخنتبوا برا؟ كملنا. ترى هات الورقة، هات الورقة. ليه عاد هات الورقة. حضر في روحك. نجم تزومي بالكاميرا هاي المحاولة. ماني قلت لك مانيش نخدمها. حط معاه وإلا وعلي. هاي فما الروتور قاعدين نشوفوا فيها سي بون. كابتور ديكرون أبعث لي ستوري بإذن الله. تفضل يا بابا. انتهت 30 ثانية بالنسبة لأبناء قبلي ويظهر لي كملوا قبل ما ننهي أنا الموضوع. نسمع المحاولة متاعكم. الإجابة هي 999 مع 1 على 10 يساوي 100 إلا 1 تساوي 99. برافو.
99 لو كونتي بون الإجابة صحيحة 10 نقاط لأبناء قبلي 70 نقطة ليكار نتاع العادة 6 نقاط تاخذوا العشرة بوانات نتاعكم انتوما ترجعوا بعد عليهم بأربع نقاط فماش توا اللي يغلط الله غالب توا في دورة غالطة تكلفك السباق الكل واضح؟ هاي خانت بلي بابا توا عندك انت هاي مع بعضكم بلي نظرا لضيق المكان 777 89 77 7 النتيجة المطلوبة هي نفسها 99 فيت فين عود لكم 777 بعدها 89 نزيدوا بعدها 77 أخرى ونختموا بسبعة يلزمنا في الأخر في الأخر نلقاو 99 وإحنا مطالبين باش نستعملوا الجمع والطرح والقسمة شبيبة 30 ثانية للتفكير باش تلقاو النتيجة شكون ديجا طلعها في السالة تهز في يدك خاطر مانيش نقول لك هات النتيجة بصحتك والله باش نقول لك باش نصدقك شير بارول ماهيش صعيبة ياسر هي جوست أسبوع يخبلوا العينين سي لطفي برشا أسبوع حطيت هكا ولا سي فولي معز ما سمعتش طنبعد نحكيو فيه 777 89 77 و7 بالنسبة لأبناء قبلي قاعدين تحاولوا ولقيتوها ديجا لإرباك المنافس قول لقيناه مش تظهر اللي هي سهلة ياسر نعطيك تكتيك هم يمتون هم قاعدين يطلعوا إن شاء الله مش يسمعوا فيه قول لقيتها طيش ستيلو على أساس سهلة ياسر سهلة وكنت تو ما طلعتها وقتها يدخل الدود في المنافس ويوفى التوقيت كما صار توا وباش نتلفت لهم ناخذ من عندهم الإجابة ضع القلم يا أشرف الإجابة كيفاه؟ ما عادش عندي وقت يلزمني الإجابة ما فماش ما عنديش حاول 777 حلو أنا شوف قبل ما نبدأ في الحلقة هذه مستانس كل حلقة نقول لكم راهي نفس الميثود نفس الشيما اللي قاعد يستعمل فيه سي لطفي هو بيدو النومرو الكبير من الأول وخيط وجي من بعده قلتها ولا ما قلتهاش صحيح صحيح ولا ها يا بابا عطيني 777 إلا 89 هاي ما عرفش النتيجة خاطر بدلتها توا ما خدمتهاش إجابة غلط نعتبرها إجابة غلط 777 على 711 زيد 77 188 إلى 89 99 يحافظوا على التقدم نتاعهم أبناء قبلي قلت لك فيراج غلط نجم تخسر الكورسة 70 نقطة 74 64 نقطة الأبناء الكاف لحد الآن حققنا التقدم هكا ولا في الجولة هذه توا كالعادة عندنا أصوات باش نسمعوها لكم حاضرين كالاصوات كالتغاريد حلو ياسر كل واحد منكم عنده دو زانديس بتو دو زيليمون باش يسمعهم يركز فيهم ويقول لنا شنو الشيء اللي كان يسمع فيه واضح دونك عندكم المؤشر الاول عندكم المؤشر الثاني انتم الثالث وهما الرابع المؤشر الصحيح يساوي 10 نقاط ومحاوله واحده ما كنا قبل عنا زوز محاولات تولموا ليه شفت العين لهنا نتاو خويا اشرف ليه ولا ليه خويا كان لازمني حيت انا قدام سي بون يلا لانديس لولاني نسمع مليح مليح هذا لانديس شكرا شنو هي الآلة شباب فيولون فيولون إجابة صحيحة 10 نقاط 80 نقطة الأبناء إقبلي 64 نقطة الأبناء الكيف مش تسمعوا توت سويت ننديس الثاني وتجاوبوا بعد إجابة واحدة وقت اللي حاضرين نتفضلوا
شكرا. يا شباب جيتار إجابة صحيح، برافو أبناء الكيف. دينا نقدم 74 مقابل 80. يا سيدي ما يلزمناش نضيعوا الفرصة هذه، نسمعوا مليح مليح. شوف في صورة ما تنسمع معكم أنا بدي كان وليلي ما هوش واضح ياسر تنعودو واضح، قالوا لي في الرجيرة وسمعناه ونضيف وجو مليك دونك واضح، أما بونس من عندي زاد كيف كيف باش كونوا متعادلين الناس الكل. نسمعوا يلا. لا واضح الحقيقة واضح، ما نسحقوش مرة أخرى قبل لي ما صار، ما نسحقوش نسمعوا مرة أخرى. لا لا تفضل. طيار طيار ايه طيار تسع نقطة لأبناء قبل لي سهل، حتى أنتم اللي جايكم حلقوا سهل يركز مليح عشرة فشيش تهزل بلا سخ، كان حاضر نقصدوه. واضحة الأمور ظهرت. هارونا من العوينة بيضا. هيليكوبتر. هيليكوبتر. إجابة صحيحة. هيليكوبتر. 84 نقطة، 90 نقطة. تحسوا كسي لطفي يحب يسافر ليمين. أي عنده طيارة. شوية هكا مع الطيران وكذا. شوية آخر يحط لنا كصوت يسمع في الطيارة عرفت. تعربت الأحزمة والفازلة. ويلي هذيك سي لطفي. فما شكون كاحب عليك. ميسيرش نرجعوا لهم بعد. يا شباب كملنا الالحان كملنا المات، عنا تيست متاع عربية تبارك الله ما شاء الله عليكم في العربية الامور واضحة. اعد ترتيب البيت كالعادة، نعطيكم بيت مبعثر تحاولوا تلمدوه وتجيبوا الصياغة الصحيحة متاعه للصدر والعجوز واسم الشاعر. واضحة الامور واضح. في صورة ما تحبوا نعاونكم قبل انتهاء التوقيت تطلبوا الصدر، توليوا مطالبين تعطيو كان العجوز أكهو وهكاك تاخذوا شطر 5 نقاط. في صورة ما عندكم حتى محاولة إلا 5 نقاط. واضحة الأمور؟ واضحة؟ واضحة. تبدأوا انتوما شبيبة. الكلمات الصفائي هدهده ترقولها وسامع هدهده نعم هدهده ليه نعتها وقال هدهده نزيد أكثر زربت فيه واحدة واحدة هدهده ما شاء الله. الكلمة الثالثة موحي 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 يا تعايد يا تعيت وحدها بوحو المشتاقي الكلمة اللي بعدها الدين بعد المشتاقي فما الدين وبيعيثو مع بعضها فرحتا فرحتا وحدها زادة خريف الودي الكلمة الأخيرة الودي. واضحة الكلمات سي بون. نعيد ترتيب البيت عندكم 30 ثانية للتفكير نعاود فيتفي. الكلمات متاع البيت متاعنا يبدأوا بالصفائي ثم هدهده محي إيه أكيكا ألو وحدها بوحو المشتاقي الدين أسكي باغي كملت للا مسرة وباعثو فرحته خريف وفي النهاية الودي. نطلب الصدر نطلب الصدر أباي هاي هاي دمعاي يا فرحة المشتاقي هدهده
يا فرحة المشتاقي هدهده. يقعد لكم العجز واسم الشاعر، قاعدة كلمة اثنين ثلاثة أربعة كلمات باش تعاودوا ترتبوهم، قاعد لكم أقل من 15 ثانية. يا شبيب يا فرحة المشتاقي هدهده، وشكون يعرف البيت لهنا في السالة؟ بيت يا بار حلو، شكرا. شكون اللي خلوني تاع سونيا بار؟ مدام محمدية مشرف ميسيرش تطلع تغنيها بعد ميسيرش ما تعرفها عاد. فما اللحن ولا ممتاز. نسمع مقطع صغير من يا فرحة المشتاقي هدهده، يلا نسمع المحاولة متاعكم شباب. يا فرحة المشتاقي هدهده، بوح الصفاء وباعث الود، بمحي الدين خريف. معاود 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 معاود. شوف علاش الزرق طيح في التيمبو. وحيدة وحيدة. يا فرحة المشتاقي هدهده، بوح الصفاء وباعث الود، بمحي الدين خريف. والإجابة صحيحة. خمسة نقاط إجمالي النقاط اللي قبل لي، 95 نقطة مقابل 84 نقطة لأبناء معهد المنجي سليم الكيف. يا شباب حاضرين؟ نبداو يا بسم الله في الكلمات. أنا حبيت نحط لكم بارول تاع حاجة في الشباب، سي لطفي ما حبش، خلينا نكملوا في الإيميسيون كما هي. تصور مثلا صدروا عجوز من عند سمارة مثلا، واش تلقاو صعوبة كيف هاك ولا واش خاص؟ وين هو واش خاص؟ يا سيدي قايد اش قايد. يا بسم الله تبدا بيا، معناها بسحري عمري عيوني عيوني والايز ترجم لك زيادة يا غالي. صالح الألوان في مع بعضها، الألوان في قسما قسما قسما. عندك اعتراض على قسما؟ ثبتوا برا. أجمل جودة، والكلمة الأخيرة الخضري. الخضري هي الكلمة الأخيرة. القاعة حاولوا نطلعوا معاهم مثالش، شكون عرفها؟ لحظة لا 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 سامحونا، هكا ما نجموش نكملوا اللعب. سي لطفي كان فما صوت خرج ناخذوا الهوية نطلعوهم أنا معهد ونقصوا للمعهد نتاعو 10 نقاط، أكثر من هكا ونجمش نعمل سينو كيفاش. يا شباب نعاود لكم الكلمات في تفاه. يا بسحري عمري عيونك صالح الألوان في قسما أجمل جودة وفي الأخير الخضري. يا شبيبة عندكم أقل من 20 ثانية متبقية لإعادة ترتيب البيت. مانيش ناسيك مدام باش تطلع تغني لي بعد شوية. هكا ولا موجودة الأغنية حاضرة؟ موجودة. حلو ياسر، ما باش نضيفوك وحدنا. يا شبيبة 10 ثواني متبقية ولا أقل شوية لإعادة ترتيب البيت. أحلى داري بايو في المكان. أهلا وسهلا. سي بون حلو يس. هو انتهى التوقيت في كل الحالات. دوك نسمع الإجابة نتاعكم. كان تاخذوا العلامة كاملة تعرف قداش تولي وما هو نقطة فاصلة. نقطة فاصلة ومن بعد النقطة الفاصلة هذيك عندنا الأسئلة الثقافية الأخيرة، ومن بعد باش نحددوا الفائز في الجولة النهائية. دونك ركز يا أشرف يا محنان، نسمع فيك في الميكرو بابا. قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري صالح جودة.
قسما بسحر عيونك الخضر يا جمال الألوان في عمري. إجابة صحيحة 94 نقطة. معهد المنجي سليم بالكيف 95 نقطة. المعهد النموذجي بيك بيلي. برافو لكم شباب. أول حلقة يظهر لي نخلطوا بالضبط 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 فريسكي كزيكو معناه. يعطيكم الصحة. نرجعوا للأسئلة الثقافية في الحالة هذه ونختاروا من واحد حتى ال 16. نعطيكم الأسئلة اللي خارج ديجا. واحد، ثلاثة، أربعة، سبعة، عشرة و 12. اسمع السؤال هذا يؤدي إلى الانتصار. هاني نقول لكم معناتها كان باش تاخذوا 10 بوان نتاعكم وياخذوا هما لي 10 بوان نتاعكم عندكم 1 بوان ديكار. واضح؟ نختار مش نكتب ونختار ونختار. اعطيوني سؤال رقم قديه. 9 سعيد 9 مصرين على 9 خوذ 9 سيف رحنا نسحبوا 9 هو الساهل نتاع الانتصار. يا ربي معاكم. السؤال يقول من هو الملاح البرتغالي الذي كان أول من وصل من المستكشفين الأوروبيين إلى الهند بعد أن توصل إلى عبور رأس الرجاء الصالح؟ من هو الملاح البرتغالي اللي كان من أول المستكشفين الأوروبيين وخرج في رحلة إلى الهند بعد أن توصل إلى عبور رأس الرجاء الصالح؟ عندكم الإجابة؟ عندهم الإجابة؟ بياسر حاضرين الاحتمالات. أنطونيو ديابرو، فاسكو دي جاما، وإلا ديوغو أفونسو. 10 ثواني دخل. ديوغو أفونسو شبهت عليه ديوغو. لا ما سمعتش ما سمعتش الاسم. ديوغو أفونسو. واضح؟ 10 ثواني للتفكير. فكروا مليح مليح مليح. زعما أنطونيو ديابرو، فاسكو دي جاما، وإلا ديوغو أفونسو. سي بون. فاسكو دي جاما. قولها وانت تعطي في خبر متأكد منه. فاسكو دي جاما. حلوة التشريعة حلوة. فاسكو دي جاما بالنسبة لكم شباب. فاسكو دي جاما 10 نقاط. 105 نقطة. تختاروا شباب هاي. ليش؟ ليش؟ هكا مع الفانات هكا؟ مش تعمل انستغرام يا راجل هكا؟ على خاطرني عارف في المبيت الليله مش تخلوني نرقد تاب ولا لا كانوا بيصحوا فيها نقص من تو. هم زادوا فيه ها؟ ما عمرش حاجه قوي. ايه كملوا بكري يصحوا يربحوا الاولاد عندهم امتحانات وكذا. لا كان ربحنا ولا خسرنا تعبدوني به عارف. قديش؟ كان ربحنا ولا خسرنا تعبدوني به في كل حاله. متاكد. خيانة وخيك حبوك. وين صحابه الأنتيم في الليسيم اللي حاضرين لهنا؟ كلهم الكل؟ يا ما شاء الله تبارك الله. يخليهم يصفوا يا أخي فرحانين بيك. أقعد هكيك أقعد هكيك خلي جاي. هاي حاضرين. السؤال يقول ما هو أول بلد نشأت فيه الألعاب الأولمبية وفي أنا عام؟ لا بوزوز السؤال هذا. هاي هكا القرع. كان قلت أنت مثلا 16 راه جي سؤال سهل ياسر. نعطيكم الاحتمالات ولا عندكم الإجابة ولا كيف؟ لا معنيش الإجابة. معنيش الإجابة. هل هي اليونان سنة 1896 وإلا ألمانيا سنة 1698؟ ممكن ياسر تكون البرتغال سنة 1869. كيف؟ تفضل. اليونان 1896
إجابة صحيحة ليونان 1896. النتيجة النهائية لليوم: المعهد النموذجي بقبلي 105 نقاط، معهد المنجي سليم بالكيف 104 نقاط. الفوز المعهد النموذجي بقبلي. برافو شباب، يعطيكم ألف ألف صحة، ان غران برافو. بعد 5 جولات نعرف تعبناكم في الصفر، نعرف أنا متأكد. صحيح. ميسيل نورمال. قبل لحظة بل شو لهنا شو الزملاء والأصدقاء وذكا هو ذكا هو شبيبة معهد شارع المنجي سليم بالكيف، خلي لكم كلمة الختام يا رشيرني. عندك أنت للي أنا كل شيء بالحق مغني بالحق تعزيز محليها هاي وكما كنا ريبين اليوم باي دو بليش دو بليش هاي فما 28 جولة وانتو ما شاء الله تحب تقول للزملاء الأصدقاء اللي يسمعوا فيك اللي جاوا معاك ديديكاس لعائلتك الإطار التربوي العامل في الليسي كان عندك دي رمارك زادة كيف كيف يقول سيد المدير حاضر بحذانا خلي مربط نظيف ونقولوا نحن أما فما هو حويجة ولا صفا بلي أنت ما زلت قاعد في الليسي ولا باك الزوز يلا ديديكاس كيش كنت تحب تقدر تهاي وين ما وين ما وين ما أخت لله ربي فضل هيل ويعطيك ألف ألف صح والمنتخب زيدا نسلم عليه قلت اللي جاوا معنا الكل اليوم اللي جاوا معنا يعني 90% منهم منتخب سلموا عليهم الكل اللي حاضرين لهنا مع معهد المنجي سليم الكيف رب خوها عملوا جو شيخوا بالموسيقى شيخوا بالغناء ويعطيهم ألف ألف صح خوي أشرف محلين تفضل خوي تفضل نشكر إذاعة EFM اللي أثرتنا واستضافتنا وتحية خاصة للسي عبد الستار الكلياي مدير المعهد اللي هو يعني عطى فينا ثقة وبعثنا لهنا وسمو شرفنا اللي سي وتحية للزملاء اللي يقروا معي الكل أصحابي البروفيتي كل ودار اخواتي تحيه لك انت خاصه يا الله خير بالله يدزوا مع خايكم فرقه اللي حاضره معنا المنتخب الوطني سيدي تشرفت بمعرفتك معرفتكم الكل ويعطيكم الف الف صحه الفايزين بالطبيعه ويعطيهم برشا كادوات فنحكيوا عليهم بعد خليكم كلمة الختام قبل ما نقول لكم شنو ماليلول اللي ربحتوهم لدى بيك انتي للمسرة يعطيك الصحة على الحضور على المثابرة على الكفاح كمان سادومون بوكو بوكو ديفا باش انك تجي وتلعب وتقدم بيرفورمانسات برافو نشكر إذاعة EFM على الاكسبيريونس هذه السمحة اللي يعني اللي عطتنا الفرصة باش نشاركوا فيها ونشكر الشباب اللي جاوا معنا الكل ونشكر خالي مرت خالي والدكتور أحمد وأختي اللي جاوا باش يشجعونا اليوم ربي يفضلهم ربي يخليهم لك الكل خويا وسام أنا عم أنا عم بابا طبيعة أولا EFM على المجهود نشكرهم على المجهود اللي بذلوه على التجربة اللي وفرتوها لنا نشكر ضوكم الكل اللي جاوا معنا بالنسبة لي انتم سيخة الشمعة فهمت انتم ذوكم الكل انتم البقية علاش انا كل بلي الكاف كله شكرا اللي جيتوا واللي شاركوا معنا قبل للأسف ما نجموش يجوا اليوم شكرا حتى ما وصلونا الجميع والإطار التربوي الكل اللي حتى هم بذلوا أكثر مجهود فيها العملية كاملة شكرا يعطيكم الصحة شبيبة ان غران برافو مرة أخرى الفايزين
المعهد النموذجي بيك بيلي. استجموا تفضلوا شبيبا نعطيكم ليلوم بعد شنو ما باش تفضل بحذنا مدام نادية العياري. حاضرة مدام نادية تتفضل بحذنا المديرة العامة المرحلة الابتدائية نستقبلوها في EFM سكول باش نحكي ودونك على السنة الدراسية بغيبمو. أهلا وسهلا ومرحبا مدام تفضل. بس عليك صحة بخير. خذ راحتك أنت وحيدة. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا وشكرا شكرا على هذه الاستضافة. العفو. في البداية نحب نرحب بجميع الحاضرين واستسمحكم لأن أنقل إليكم تحيات السيد وزير التربية الدكتور محمد علي بوغديري وتثمينه لكافة المجهودات التي بذلت من أجل نجاح برنامج المسابقات EFM سكول. هذا البرنامج الداعم لتنشيط الحياة المدرسية بمؤسستها التربوية. وبهذه المناسبة نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى شريكنا الداعم مؤسسة EFM وعلى رأسها السيد الرئيس المدير العام وكافة معاضديه وخاصة الأستاذ لطفي حريز وكافة القائدين على بطبيعة نجاح هذا البرنامج من التصور إلى التنفيذ. كذلك الشكر موصول إلى كافة مربياتنا ومربينا وكافة إداراتنا التربوية والإدارية التي لا تدخر أي جهد في أن تنشط الحياة المدرسية داخل المؤسسات. مربياتنا ومربينا إذن من خلال الأنشطة التي تنجز في النوادي الثقافية والفنية إذن وذلك من أجل تنمية المهارات وكذلك صقل مواهب تلاميذنا الأعزاء. إذن ألف مبروك لأبنائنا، هم الحقيقة نهنيوا كافة أبنائنا وبناتنا إذن من أول جولة إلى هذا الحفل الاختتام. ألف مبروك لمندوبية قبلي وأبنائنا بقبلي بالمعهد النموذجي بقبلي. كذلك مبروك لأبنائنا وتلاميذنا بالمعهد الثانوي المنجي سليم بالكاف، وحتى لا أنسى نهنى كذلك أبنائنا التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بن عروس. إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متوجين. وبهالمناسبة نحب ننتهز الفرصة حتى أن نتمناو النجاح والتوفيق لكافة بناتنا وأبنائنا الأعزاء في الامتحانات الوطنية التي ستنطلق بامتحان البكالوريا يوم الأربعاء 7 جوان. وإن شاء الله العائلة التونسية إن شاء الله ديما تكون فرحانة. يعطيك ألف صحة. مشكورة مدام نادية العياري المديرة العامة المرحلة الابتدائية. قبل ما نختم تبعت ليميسيون، تفرجت في الجوالات، ما نعرفش كان توافقني الرأي وإلا لا، معناتها المكسب الكبير بالنسبة لوليداتنا اللي تعداو من 28 جولة وخلطوا لليوم هو كالمتساج اللي صار، كالإشانج اللي صار، كالخلطة هذيك اللي تعرفوا على بعضهم ممكن تفتح آفاق أخرى شكون يعرف بالنسبة لمسيرتهم الدراسية أو المهنية. هو حقيقة تبعت بعض الحلقات لهذا البرنامج، برنامج المسابقات، وحقيقة يعني هذا البرنامج ساهم في إدخال الحراك الثقافي التربوي داخل الوسط المدرسي وزاد عزز هذا الحس التنافسي بين تلاميذنا وبين مؤسساتنا وبين كذلك مندوبيتنا. وهذا كل ما ينجز هو يصب في الأهداف الاستراتيجية اللي رسمتها وزارة التربية في دعم الحياة المدرسية، وهذا من أجل نحت شخصية
هذا المواطن الذي نريد، هذا المواطن المتوازن في الشخصية والمتجذر في الهوية، وهذا المواطن الذي يكون قادر على اتخاذ القرار، وهذا المواطن الذي يحسن التواصل مع الآخرين. إذن هذا المواطن الذي نريد، نريد مواطن منفتح على الكونية، ولا يمكن أن ننحت هذه الشخصية إلا من خلال التربية ومن خلال كل ما يؤمن في الوسط المدرسي. يعطيك ألف صحة مدام نادية العياري المديرة العامة للمرحلة الابتدائية مرة أخرى، وشكرا على الحضور. مرة أخرى برافو لأبناء قبلي، برافو لأبناء الكيف، برافو لأبناء المحمدية اللي هما في المرتبة الثالثة. غون ميرسي العباد اللي خدمت معنا في البرنامج هذايا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم على رأسهم أخي الكبير كما يقول هو سي لطفي حريز. يعطيك ألف ألف صحة. النخاع الشوكي متاع البرنامج هذايا كذلك. وينو سي لطفي؟ وينو النخاع الشوكي؟ يمشي. أهلا وسهلا. هيا تفضل بحذايا، هيا باش نحكيو على الجواز يا سي لطفي. كيف كيف نحكيو على الخيان اللي معانا في الاستوديو، عزة في الرياليزاسيون اليوم معانا ما شاء الله، كوجا ودالي بايو، إيمان جدي في الرياليزاسيون ديجيتال، صديقي الصدقي إيهاب زادة كيف كيف اللي حاضر معانا اليوم. ان غران ميرسي لكم الكل اللي كنتوا معايا طيلة السيزون هذه. كيف كيف البدايات اللي جاوا بحذنا، هاي تنجم تطل شويه يا اخي سيروت فيها. اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل مدام. سمح لي جيست بركة باش ما ننساش، نحب زادة كذلك نتوجه بتحيه شكر وتقدير للوداديه اعوان وموظفي واطارات وزاره التربيه على دعمها للانشطه الثقافيه التي تنجز في المؤسسات التربويه. شكرا. يعطيهم الف صحه. وي اللي حاضرين من مندوبيات الكل يفادونا بالأنشطة الثقافية، كافة المتداخلين معنا تيلة السيزون هذية واللي كانوا معنا زادة بالتليفون. ها وجاي بحذايا بطل البرنامج سي لطفي حريز، مرحبا. خطف التوى ذي. شكرا سيدتي الكريمة. سلمك للسيد وزير التربية. شكرا. تفضل تفضل يا غالي تفضل. برافو. هاي مازلت بلاصه في الديريكت، شكون حاب يطلع؟ فماش طرف ورد اخر المنشط. الغالي توحيدة على القليل، توحيدة نكسر بها البياض اللي انا فيه. توحيدة لا واحدة برك اختارها انت من بعد في الاوفر. هاي سي لطفي هاي خلي لك المجال. دونك قبل نقدموا لي كادو، كان وعدكم سي لطفي سيزون كاملة راهو باش تربحوا كادوات، راهو فما كادوات وهدايا قايمة. نعرف اللي كانوا شاركوا معنا طيلة الموسم هذا الكل ربحوا مجموعة كتب قايمة، ويعطيهم الصحة دار الكنوز للنشر. ان غون ميرسي ليهم وعلى راسهم السيد محمد معالج رئيس مدير عام دار الكنوز للنشر. كيف كيف تكنو تهدي لكم 12 من فريق الفائز، 12 بيرسون عندنا باك فيه سكادو. السكادو شفي وسطها يا سيدي، فيها ان كاسك ميكرو وفيها زاده اكل كافي كاب باش ندلهم بيه. انا عارف تهزو معاك بارتو، مش تدك اللي نوكس هذاك محليه تحب فيه قهوه تمشي تقرا الصباح، عارف باش تدور بيه تونس الكل شيخ، وفي بلوك نوت وفي كاسكيت وفي جو وفي ديكور. كذلك عندنا لو دو 12 ليف سولون بطبيعه العمر من عند دار الكنوز للنشر، معناها بالنسبه اللي ربحوا السناب باش يلقاو ان شاء الله الكتب نتاع العام الجاي اهداء من دار الكنوز للنشر، وفما 3 لو دو ليف ب
باش نعمروا لي بيبليوتيك نتاع الثلاثه ليسيات اللي خلطوا معنا في الفينال. ان غران ميرسي لدار الكنوز للنشر كذلك تكنو. كيف كيف نحب نشكر وداديه اعوان وموظفي واطارات وزاره التربيه اللي اعطتكم 12 تابلات للفائزين. ان غران ميرسي للوداديه نتاع موظفي وإطارات وزارة التربية والتعليم على رأسهم السيد طارق الصغير نسلم عليه برشا. إيه بور فينيا نعرفوا اللي صحيح تقرأوا في الليتاتيك وينهم الأولياء لهنا؟ أهو أما كمهم القراية تكلف شوية ولا حتى كم في الليتاتيك ساكوت لازم البياش بونك 12 كونت ديبارني 12 ليفري ديبارني كل واحد فيه مبلغ قيمته 300 دينار. مشكورين البي اش بانك يعطيهم الف الف صحة. علاش سألت على الاولياء؟ راهم 300 دينار ليهم ليهم خاطر المهبة نتذكروا قبل اوب تعمل شويه فوالا هذيك هي مدام هذيك هايك هذيك تلحويسة هذيك اي والله بالضبط 300 دينار هذوما كيقعدوا في الليفري والبي اش بانك خمت في الوليدات اللي في العمر هذايا باك سمارت اللي فيه الكارتة تنجم تكونسلتي الكونت نتاعك على ديستونس وكي تكمل تصب فيه من بعد تنجم تاخذ به كريدي بور كومونسي تنجم تو بو فينونسي مثلا البيرمي نتاعك كان تحب تاخذ بيرمي تاخذ كريدي على الكونت هذايا تنجم كانك مغروم بالانفورماتيك والجيمنج تاخذ ستاسيون تور مزيانه مزيانه الى اخره تنجم تكبر من بعد وتاخذ كريدي كبير باش تبني بيه ولا باش تشري بيه عقارات. وسام انا عارفك انت ماشي في العقارات وربي كبير دونك ان غرو ميرسي مره اخرى للبي اش بانك على 12 كارني ديبارني بقيمه 300 دينار. في الاخير نعاود نشكر سي لطفي حريز اللي كان هو الرابط بين هذوما الكل. يعطيك الصحه سيدي ولك الكلمه. راجح فعلا يعني نحب نشكر مش برشا لانه فعلا عمل مجموعه كامله سيت ان ترافاي ديكيب. نحب نعرفش انا ربما توا احنا سنوتات ولكن ما بعرفش نوزعوا الجوائز. نحب نشكر العديد اول بدايه صار اللي فيزا فيه لان العديد يشتغل في وزاره التربيه ولكن اللي فعلا ما يرجعوا اول مدرسه سي خامس كان معايا سي خامس رزقي المدير المدرسي اللي فعلا يعني ما نشدوا بالكدا كيما قلت صباح المساء ويوم الاحد سواء بالحضور او بالهاتف. نحب نشكر من وزاره التربيه شخصة اخرى اللي نعتبرها اللي محبه اللي عملها ونعتبرها مناظره فعلا مناظره وفعلا نتمنى انه الباقه هذه ما بعد نعطيها لها هي اللي تستاهلها السيده المحترمه ومن بها انا ابلوديسمون قوي ياسر السيدة رجاء بن خليفة. طبعا كما قلت يعني العديد نعرف اللي الفريق عمل كيف. بالنسبة لي فيه طبعا راجع المنشط هذا نجم نشكره هو لأنه صديق الكلاب كله أنتم شكرتوه يسحق أكثر من شكر. هذه حاجة حاجة أخرى. طبعا بالنسبة لي فيه نشكر زاد الإدارات ورؤساء المصالح ومكاهين كواهي مدير والمندوبين من مختلف ولايات الجمهورية يعني 26 مندوبين يسحقوا كل الثناء. بالنسبة للمواصلة والتوعية من بعد ما تكون جوائز تتم الشغل الأخير. أنت خذ راحتك تحب تهبط الردود خلينا الكل هنا مش مشكلة. لا 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 مشكلة اللي فيها مشكلة طبعا السيدة ألفا شغل الدفاع يعني اللي ما فيها الصحة في أي حاجة مشكلة وطبعا المايسترو السيد حامد سوايع رئيس المدير العام. يفهم ومؤسسة تحية كبيرة يا سيدي.